بسم الله الرحمن الرحيم. هاي ملحوظة صغيرة في مهارات الإتقان. لما تحدثنا عن طول النفس وإحنا عايزين نتدرب، لاحظنا موضوع اكتشفنا، وهذا فعلا موجود كثيرا لما تيجي تسمعي لطالبات بالسرد وبتلو آيات متتالية وخاصة حاطينها بيعملوها، اللي هي السكت في غير مواضعه. هذا الشيء في غير مواضعه شو يعني؟ إحنا عندنا السكت أربع أماكن في المصحف، رواية حفص بطريقة الشاطبية، أربع واجبة وثلاثة موضعين جائزات إلهم أو أوجه منها ثلاثة وما إلى ذلك. فإذا السكت في غير مواضعه شو يعني؟ أنت بتكوني ماشي 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 على رأس الآية، على رأس الآية، طيب خاصة بالسرد بتصير عندها نفس كفاية، أوكي، لكن شو عملت؟ سكتت، سكت وكملت دون أخذ. لا أعطت حركة آخر حرف ولا أخذت نفس، فهذا لا يعتبر وقف. إحنا الأصل أن يكون وقفا، هذا الصح. هذا غلط إنه نسكت، زي اللي بتحكي لك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. طب هي لا أخذت نفس ولا أعطتني حركة الحرف الأخير، لأنه هون في حرف، فإذا بدي أوصل بدعتي الحركة، فهذا اسمه السكت في غير مواضعه. تحدث كثير عند القراء لما يكون بنت بتقرأ سرد من حفظها وبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، طب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، بدي أعطي حركة آخر حرف زائد أوصل لكل كلام متصل بدون أي وقف، بدون ما أسمع فراغ صوتي. فأنت يا بتوقفي بتاخدي نفس، يا بتكملي وبتعطيني حركة الحركة، يعني بدي أعطي حركة زائد وصل، بدي تكون هاي واضحة أو هاي واضحة، وقف زائد نفس. حتى لو وقفت زمن الوقف وما أخذت نفس لا يعتبر، صار سكت برضو، صح؟ إذا ما تنفستي اختل تعريف الوقف، مش يتنفس فيه. فإحنا من تعريف الوقف إنه يكون مع نفس، فحتى لو وقفتي وقوف طويل وما أخذتي معه نفس رجعنا لسكت، سكت في غير موضعه وزمنه كمان غير صحيح. فهمنا هذه المهارة؟ فإذا التالي، إذا عندك ما زال عندك نفس، يعني إحنا ندرب عادين على تمارين النفس، ما زال عندك نفس وصلت لرأس الآية، شو نعمل؟ يا بوقف بطلع النفس الزايد وباخذ نفس جديد وبعدين بكمل، أو إني بوصل. إذا وصلت بدي أعطي الحركة آخر حرف، مش بس حركة، مرات في حكم، صح؟ مش مرات بيكون عندنا حكم إدغام إخفاء وما إلى ذلك، بدي أعطي الأحكام ثم أكمل تلاوي، حيكون الكلام متصل وصلا، هنا صار اسمه وصلا، فلا يوجد عندي سكت على رؤوس الآيات. بارك الله فيكم.